رحمه. في يوم من الأيام أراد جهر أن يذهب إلى السوق لأشتري بعض الطعام، فخرج من البيت وذهب معه ابنه وحماره. فمشى جهر وابنه بجانب الحمار، فقال الناس: هذا شيء غريب، هذا رجل يمشي مع ابنه ولا يركب الحمار. فركب جهر على الحمار ومشى ابنه بجانبه، فقال الناس: هذا رجل كبير السن يركب على الحمار ويترك ابنه الصغير المسكين يمشي بجانبه. فنزل جهر عن الحمار وركب ابنه على الحمار ومشى جهر بجانبه، فقال الناس: هذا شيء غريب، والد صغير يركب على الحمار ويترك والده المسكين يمشي بجانب الحمار. عندما سمع جهر ركب على الحمار مع ابنه، فقال الناس: مسكين هذا الحمار يركب عليه اثنان. سمع جهر هذا الكلام، فنزل هو وابنه عن الحمار وربط الحمار في شجرة قريبة وذهب إلى السوق بدون حمار.